لماذا لم تصل بعد المملكة العربية السعودية إلى هذه المرحلة؟ أنا بتقديري السعوديين أولا هن يعني دولة لديها مصالح ولديها رؤية. بتقديري أولا أنه الخطوة الفرنسية واضحة أنه هي بالتعاون وبالتنسيق مع الجانب السعودي. يعني في معلومات أنه بلينكن قبل حوالي شهر تقريبا لما إجا على المملكة العربية السعودية يبدو أنه طرح وزير خارجية أمريكا نعم. وزير الخارجية الأمريكي يبدو أنه طرح على السعوديين موضوع التطبيع. طبعا الأمير محمد بن سلمان متمسك بالمبادرة العربية للسلام وهذا اللي أبلغوه لوزير الخارجية الأمريكي. يبدو أنه في طرح ما على أساس أنه إعادة تنشيط العمل بالمبادرة العربية للسلام المحدثة، يعني ربما تكون هناك بعض التعديلات على هذه المبادرة. طبعا عدد من الأطراف الدوليين من الممكن أن يستفيدوا من هذه المبادرة. طبعا بعدها مباشرة في معلومات أنه محمود عباس يعني زار الرياض سرا قبل طلعته الأخيرة إلى الصين. أيضا الوزير فيصل مقداد وزير الخارجية السوري ذهب إلى الرياض عد 3 أيام. الجانب السعودي عمليا حيكون دور وسيط بهذه المبادرة، وطبعا يعني عملية تعديل المبادرة العربية للسلام بحاجة إلى أولا الطرف الفلسطيني، وبتقديري أبو مازن بيمشي ما عنده مشكلة، وأيضا الطرف السوري لأن هي معنية بشكل أساسي سوريا لأنه لها علاقة بموضوع الجولان. هذا طبعا وأين لبنان؟ أين لبنان من هذه؟ لأنه بال 2002 عندما يعني كان في بيان صدر بعد القمة العربية عن المبادرة العربية للسلام ولما زال لبنان يتمسك بها في مكان ما، وحكيت حضرتك أنه المملكة العربية السعودية متمسكة بها وهي أساسا من طرحت هذه المبادرة لمرتين في قمة بيروت وفي قمة جدة. لبنان أساسي بهذه المبادرة خاصة أنه في له أراضي محتلة مثل قضية الغجر اليوم، هذه إحدى القضايا الشائكة مع الإسرائيليين واللي هي بحاجة إلى حل. أنا باعتقادي الشخصي أنه يعني يبدو صار في تواصل سوري سعودي حول هذه المبادرة وتعديلها، ويبدو أن الجانب السعودي يتجه بشهر أيلول إلى الأمم المتحدة من أجل حشد أكبر قدر ممكن من دول العالم خلف هذه المبادرة. هلأ ماذا تستفيد الأطراف من هذه المبادرة؟ أولا بتقديري أنه نتنياهو أولا بيقدر يقول للمجتمع الإسرائيلي أنه في مبادرة عربية للسلام، وبالتالي هذا يطيل من أمد حكومته في الداخل الإسرائيلي. بالنسبة للأمير محمد بن سلمان طبعا بيلعب دور كبير على المستوى الدولي وبتأهله يكون يعني بطل للسلام، وأنه شخصية الأمير محمد بن سلمان يلي أنهى النزاع في اليمن وعقد مصالحة كبيرة مع إيران قادر أنه ينجز عملية تسوية للقضية الفلسطينية. أيضا سوريا يلي هي عمليا معنية بوقف التطبيع العربي ربما تتمسك بهذه المبادرة من أجل أن تكون هذه المبادرة كهي كحد فاصل ما بين يعني أو كشرط مع الإسرائيليين لتنفيذ هذه المبادرة قبل الذهاب نحو التطبيع. أيضا في أمر آخر بالنسبة لسوريا أنه ربما يعني هذه المبادرة تؤهل سوريا على المجتمع الدولي وبتحطها بالصدارة على أساس أنه هي طرف أساسي في هذه المبادرة. هلأ هون في ظل هذا الوضع يعني ربما نحن نذهب إلى مفاوضات في المرحلة المقبلة. أين لبنان ودور لبنان؟ يعني ربما اليوم هون أنا جاي على حضرتك هذا الموضوع لأنه كنت عم بسألك عن موضوع الرئاسة وموضوع موقف السعودية ربطته بهذه المبادرة. ربما نحن إذا راحين يعني نحو مفاوضات بالمرحلة المقبلة طبعا حيكون في يعني كلمة لسوريا كبيرة في هذا الأمر بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي ربما تكون يعني هنا الحديث السوري السعودي حول لبنان، خاصة أنه موضوع المبادرة هي من يعني صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي أنا باعتقادي أنه يعني محطة أيلول بالوقت يلي بده يتجه الجانب السعودي إلى الأمم المتحدة من أجل حشد أكبر قدر ممكن من دول العالم خلف هذه المبادرة ربما يكون يعني ضغط دولي على الأطراف اللبنانية من أجل تمرير الاستحقاق الرئاسي. بهكذا حالة ما حيزبط شخص مثل جهاد أزعور
لأن سوريا والرئيس الأسد حيكونوا بحاجة إلى يعني رئيس يثقون يعني به. أيضا حزب الله بالداخل اللبناني حيكون بحاجة إلى رئيس، في حال نحن رحنا على مفاوضات مع الإسرائيليين هني بحاجة إلى رئيس يثقون به لإدارة المفاوضات. لنلاحق نفسرها شوي شوي. أولا هذه المبادرة هي في إلى عدد من البنود، من الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 67 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان. يعني عم نحكي عن تحرير الجولان وتحرير مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وغيرها من الأراضي المحتلة والغجر وغيرها، بوقت أنه اليوم الإسرائيلي ما زال عم هلأ بعدنا عم نحكي أنه هو يقضم شمال الغجر وهي المنطقة التابعة للأراضي اللبنانية. أيضا التوصل لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وقبول بدولة مستقلة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية. طب هيدا ثلاث شروط لن يقبل بها الإسرائيلي. ونحن نذكر أنه نتنياهو الذي تحدث قبل قليل أنه قد يستغل هذه المبادرة لحتى يكمل بحكومته ويجدد له، هو سبق أن قال أنه إذا طرحت علينا هذه المبادرة وجابوها من 2002 وسألونا إذا اليوم هل تقبلون بهذه المبادرة أو بترفضوها سنرفض. من يعني هل سيقبل الإسرائيلي أن ينسحب من شبعة اللي هي مورد كبير لإله، مش بس كبستين أيضا، يعني هذه المنطقة فيها مياه الإسرائيلي متمسك بها لما فيها من موارد طبيعية، هل سيقبل الانسحاب من مزارع شبعة بهذه السهولة؟ بهذه السهولة بمفاوضات؟ هل سيقبل الانسحاب من الجولان بهذه السهولة؟ هل سيقبل بإيجاد حل للاجئين الفلسطينيين وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ يعني قد يبدو هذا الأمر وين أتى بمسعى سعودي ولكن صاب المنال. لا هلا الدولة الفلسطينية هي النقيض الاستراتيجي لإسرائيل، وبالتالي أنا ما باعتقادي أبدا أنه نتنياهو من الممكن أنه يقبل بدولة فلسطينية، وهو في حال ذهب باتجاه هذا المشروع هو يعني سوف يعزز حضوره داخل المجتمع الإسرائيلي على أساس أن هناك مبادرة عربية للسلام وأن هناك مفاوضات سواء مع لبنان أو مع سوريا وبوساطة سعودية وحضور للجانب الأمريكي. ولكن بنفس الوقت نتنياهو عمليا وحكومته المتطرفة اللي هي بتدعم الاستيطان بالضفة الغربية واللي هي يعني عم توقف بوش قيام دولة فلسطينية مستقلة بحكم المؤكد أنه ما حيمشي به العملية السلمية، ولكن هو يستغل هذا المسار من أجل تعزيز حضوره واستمراره على رأس رئاسة الحكومة في إسرائيل. هلأ بالنسبة للأطراف الثانية، يعني كل طرف بحاول يستفيد من هذه المبادرة. أنا باعتقادي الشخصي أنه يعني بيظل هذا الحديث أو التقارب السوري السعودي حول المبادرة بالنسبة لسوريا عمليا هي بحاجة لفترة من الهدوء، خاصة أنه هي طلعت بعد 10 سنوات من الحرب وهي مدمرة وهي بحاجة إلى المساعدات الخليجية وهي بحاجة إلى هذا المسار السياسي حتى تعيد علاقتها مع دول العالم. وبالتالي سيكون لدى سوريا شروط عدا عن شروطها الداخلية، شروط تعنى برئاسة الجمهورية اللبنانية، منا أن يتم انتخاب سليمان الفرنجي هذا بشكل لتقبل ضماني بهذه المبادرة. هي بشكل ضماني لسوريا من أجل إجراء المفاوضات. أيضا حزب الله بالداخل اللي عمليا موضوع أسلحة هو موضوع شائك في الداخل اللبناني، ربما بحكم المؤكد أنه سيشترط أنه وصول سليمان الفرنجي حتى يتعاطى مع هذه المبادرة، خاصة أنه لبنان جزء أساسي. هلأ بالنسبة للإسرائيليين موضوع اللاجئين هو موضوع شائك بالنسبة للإسرائيليين، هم يعني بيرفضوا هذا الأمر بشكل كامل. موضوع الجولان ربما يعني بالجولان وبالضفة الغربية هني سبق أنه يعني بالمفاوضات اللي أجروها مع الرئيس السوري حافظ الأسد رحمة الله عليه كان عمليا رابين يتحدث، الرئيس حافظ الأسد كان يقول أنا بدي أكون بالمي